السلام عليكم حبايبنا ومتابعين شبكة راديو عرب الدنمارك الخاصة أبو الأمين بجمعية فرس الشباب وملتقى الإعلام الفلسطيني الدنمارك أوروبا. بعد عناء طويل أنا اليوم الحمد لله مبسوط شوي من الجاليات، يعني بعد خبرة ورسالة إعلام سنوات كم كنت يعني اتوقع انه الجاليات العربيه تثق في هذا الاعلام، ولكن سبحان الله يهتمون بالاخبار الخارجيه، وطبعا هذا حق واجب، ولكن يتناسون اخبارهم الحقيقيه في الدنمارك واوروبا، وخاصه الجاليات المقتربه الذي لا يقدر عددها ما لا يقل عن 250 الف مقترب من جميع الجنسيات. وإن شاء الله سأكون أنا المراسل الوحيد الميداني لهم لإطلاعهم على أخبارهم حتى نقرب القريب على البعيد. ولكن بعد معاناة طويلة مع الجاليات حتى يقتنعون بأن الإعلام العربي خاصة للجاليات العربية المختصة، وليست التلفزيون والتي في والراديو، وإنما المختصة بهم، افهموها، الأفراح، الأحزان، المناسبات، الجمعيات، كل هاي الأشياء تحتاج إلى مراسل إعلامي عربي طبعا ذو خبرة، ويكون عنده يعني إلمام وجهود في أنه يقنع الناس المتنوعة اللغات يعني والألوان والجنسيات، يقنعهم أنه هذا المراسل لكم. بعد هذا العناء أنا لا أتسول من أي إنسان، والحمد لله أصنف نفسي رجل أعمال، يعني هذا بفضل الله، ولكن سخرت نفسي لكي أكون من الذين ذكرهم رب العالمين الذي اصطفاهم من الأخيار لخدمة أبناء الجاليات العربية والإسلامية. ولكن إن لم تشكر الناس لا يشكر الله. بعض الناس قدموا لي بعض الهدايا حيث أنهم يعني سعداء بما أنقله لهم من جميع التغطيات، ومنها أن أحد الأشخاص أرسل إلي بأن أقابله حتى يقوم يعني تكريمي بإحدى الأجهزة حتى أكون مراسل، يعني لا أحتاج أي أجهزة. قدم لي هذا الآيفون وهو سامسونج طبعا مش آيفون، أشكره جزيل الشكر، ولم يفصح عن اسمه ولم يريد أن أذكر اسمه. قدم لي أيضا جهاز تيلسيا كمان، يعني أجهزة، حتى قال لي أنها تستحق أبو الأمين أن كل الجاليات العربية والإسلامية تقف معك، لأنك أنت الوحيد التي تقوم بهذه المهمة. طبعا لا أنسى أنه يوجد معي عدد من الأشخاص الذين يزودوننا بأخبار الجاليات بأنواعها، أشكرهم جزيل الشكر، رجال ونساء يسهرون طول الليل والنهار على نقل الأخبار. طبعا أجهزة يعني أريد أن أقنعكم عليها، حتى من لديه مرض في نفسه أن يقوم بتغيير هذا المرض ويعالجه، بأنه يعني يذكر الخير أو يصمت ويقول أنك يا أبو الأمين تستحق أكثر وأكثر، كما بعض الناس يعني صرحوا في مقابلات لهم أنك يا أبو الأمين مظلوما بين الجاليات العربية والإسلامية، تحتاج إلى أجهزة، تحتاج إلى من يقف ويسندك حتى تستمر بالعطاء. وأيضا شاب تبرع أيضا بهذه التي يعني أقوم بوضع التلفون عليها، حمالة التلفون، أشكره جزيل الشكر، لا أريد أن أذكر اسمي، لكن سأصرح إن شاء الله وأعمل معه مقابلات هذه. أيضا طبعا أنا أشكره، يعني شو بدي أقول، يعني أنا لا يعني أريد مبالغ ومال، يعني أنا لما أقدم أي جنازة متبرع، يعني حتى
ما اسال يعني اي اصحاب الجنازه. المفروض لما اجلب لاي انسان ميت لن اعرفه اكثر من 1700 مترحم، المفروض انه اهله يتواصلون معي ويقولون يعني بارك الله فيك ابو الامين، جوع لا يريد مال، ولكن يتجاهلون ايضا. والله اكثر من 1700 مترحم على شخص، لا يعني يضعون التعليقات واللايكات كلمه لابو الامين ما بذكروها. هذا هو الجحود، هذا الجحود اللي سيدنا ادم حينما تبرع بحوالي 30 سنه او 50 سنه لاحد الانبياء، وحينما توفاه الله قال لملك الموت انه باقي لي 30 عاما، قال له انت يعني اخذت، يعني سيدنا ادم قال له انت اعطيتهم لواحد من الانبياء. فجحدت الناس، يعني حينما حاول ينكر ويريد الثلاثين سنة الذي تبرع بها، فجحدت الناس على هذا الأمر أن سيدنا آدم حينما قبض روحه طلب من ملك الموت أن يعني يتبقى له 30 عاما أو 50 عاما بمعناها. فيعني هاي الناس تجحد. وأيضا بعض المساجد تبرع لي هذا المايك، هذا المايك أضعه على صدري أو صدر المشاهد وأقوم بالتسجيل. يعني بدأت الناس تبدأ يعني تتعاطف، ولكن أريد المزيد، أنا طماع أريد المزيد، لأن الأجهزة إذا لم تتمكن معي كاميرات كمبيوترات أمور يعني تليق بالناس اللي يقفون أمام عدسة الكاميرا من السفراء ومن رجال الأعمال ومن يعني الأعضاء في الجمعيات والبلديات الدنماركية، يعني تليق بهم إن يكون عندي أجهزة تليق بالتصوير. حينما أذكر أنني مراسل الجاليات، حيث قبل فترة معينة اتصل بي احد القسيسين ايضا وقال لي اريد ان يعني اقابلك، فذهبت عند يعني لكنيسته واستقبلني بحفاوة وعملت معه مقابلة، فطلب مني طلب واحد انه يريد ان يجتمع مع احد المساجد حتى الائمة يعني حتى يكون في تعاطف وود مع بعض. فهذا الشيء يعني من الأمور اللي يعني تفتخر في بلاد الاغتراب، إنه قس يطلب من إمام مسجد إنه يلتقوا ويتواجدون مع بعض حتى يعني يشعرون الناس إنه يعني إحنا في بلاد الاغتراب أو في هذه المملكة يعني بتعاضد أو بمحبة، هاي معناها يعني. فأعطيته رقم الشيخ وإن شاء الله سنطلعكم على التفاصيل. طبعا لا أنسى أنه يعني كمان تبرعت جمعية هورسون أيضا بناقلة يعني لتحميل التليفون، أشكرهم جزيل الشكر، يعني تحمل التليفون وتضعها على الأرض بدل ما أنا يعني أقف ساعات وأنا أصور، فهذا أشكرهم جزيل الشكر. وإن شاء الله المزيد قادم، وبدأت الناس تحترم هذا الإعلام. أرجو منكم تثقوا بهذا الإعلام الذي يهتم بأموركم في الدنمارك خاصة. كل التحية والاحترام لكل من قدم هدايا، وأشكركم جزيل الشكر. اليوم 12 من أكتوبر 2024، الدنمارك أبو الأمين.